تجربتي بليبيا مثل اي بلد تاني بروح عليه بتكون اول شيء معلوماتي عنه محدوده جدا. عن ليبيا مثلا ما كنت اعرف الا في بلد اسمه ليبيا عندهم زعيم توصلنا عنه اخبار غريبه اسمه القذافي، وعندهم عاصمتهم طرابلس، لانه نحن بلبنان كمان في عنا مدينه اسمها طرابلس. هلا وقت رحت لهونيك فتجربه او معلوماتي كانت محدوده جدا. وقت رحت لهونيك طبعا تقابلت مع الناس وفتت على بنغازي، اول شيء على الجبل الاخضر بعدين على بنغازي ببدايه الثوره، يعني عم نحكي الثوره بلشت ب 17 فبراير، كنت انا على حدود موجوده حوالي 21، وبعدين دخلت على الاراضي الليبيه. من بعد ما تخطيطي ومن بعد عشت هونيك اشهر طويله تبعت الاحداث كلها، انغرمت بالشعب، انغرمت بالبلد، انغرمت بثقافتهم، باكلهم، بكل شيء. يعني كان عن جد يمكن لان اول تجربه كانت لإلي ميدانيه بغطيها هالقد بعمق، انغرمت كل شيء اسمه ليبيا لدرجه انه الناس لحد اليوم بتفتكرني انه انا ليبيه، وبيبعثوا لي رسائل انه ليه ما عم تجي على ليبيا وبلدك وما بعرف شو، وانا بشرح لهم انه ماني ليبيه. فبالتالي حبي لهالبلد اكيد بين بشغلي، بين بتخطيطي، وبعده موجود لليوم على الرغم من الصدمه الكبيره يلي انا عايشه فيها بسبب الاحداث يلي وصلنا لها اليوم. اوجه الاختلاف بين ليبيا وبين سوريا تنقول، او بمصر او غير بلدان ربيع العربي يلي رحت عليها وغطيتها، هو انه بليبيا عن جد بعد وقتها كنت موجوده هونيك ايام الثوره تحكي مع الناس وتسالهم عن ليه عم يتظاهروا، ليه عم ينزلوا ضد النظام تبعهم، ليه بدهم يغيروا كل هالاشياء. كان عندي امل انه عن جد هالبلد رح يتغير، انه عن جد هالبلد رح بصير بلد احسن. بسوريا مثلا من بدايه الاحداث كان في خوف من التنظيمات المتطرفه اللي بلشت تظهر، كان في خوف على انه الثوره راحت او شطت عن المسار الاساسي تبعها. بليبيا هذا الشيء ما كان واضح، يعني لاخر نهار كنا عايشين فيه وقت الذكرى السنويه الاولى تبع الثوره كان في اتحاد بين الناس، كان في حب، كان في امل، كان في يعني ما بعرف. انا اليوم بتطلع بالاحداث اللي عم بتصير وبالميليشيات اللي مسيطره على مختلف المدن، بالخطوط التماس اللي ظهر عنا داعش، ظهرت عنا مخيمات تدريب لمختلف تنظيمات متطرفه، بتفاجئ بقول انه كيف هالاشياء هاي المؤشرات ما كنا شايفينها نحن بكير، وكيف كنا الشعب اللي كنا نحكي معه يلي كان كله متضامن حاليا ما بتلاقي الا حكي عن قبيله، ما بتلاقي عن حكي الا شرقيه غربيه، تقسيم ما تقسيم، هيدول الاشياء وين كانوا؟ يعني ما بعرف عن جد مثل مختلف الناس اللي بحكي معه، لانه انا صار لي فتره ما رجعت على ليبيا، في الناس عايشين حاله صدمه من اللي عم بيشوفوه حاليا، وانا عندي هذا الشعور كمان لان ما عارفه ليه وصلنا لهون، وما ماني شايفه امل للمستقبل، لان حسب ما نحن ماشيين الاحداث عم بتسوق اكثر يوما بعد يوم. المميز بتغطيه ليبيا كان هو الحماس والتفاؤل اللي بتشوفه اول ما بتوصل على البلد. يعني بتذكر كثير منيح وقتها كنا نوقف بالمحكمه ببنغازي ونشوف الشعب والناس متظاهرين تحت، والطاقه الايجابيه اللي بتحسها من بين العالم. يعني انا هلا موجوده بغرفه البث تبع تلفزيون الان، وبهالغرفه على هاي الشاشات يعني كانوا زملائي كل يوم ينطروني حتى اطلع من مدينه مختلفه بليبيا. والشيء اللي انا كثير مبسوطه انه عملته، وكثير يعني كنت رح اندم لو ما عملت هيك، انه ما في مدينه بليبيا ما زرتها، يعني من الجبل الاخضر لبنغازي لجدابيا لراس لانوف لطرابلس للكفرة لسبها تساوى اللي هي باخر الدنيا. المهم اثناء التغطيه لهيك احداث الطاقه الايجابيه اللي بتحسها من الناس شيء مش طبيعي، بتحس انه هيدا الشعب قدران يعمل اي شيء، هيدا البلد ممكن يوصل لوين ما بده، هيدا العالم اللي عم بيحكوا فيه ان كان حريه، ديمقراطيه، انتخابات، يعني المستقبل، بتحس انه ممكن يعملوا اللي بدهم اياه. ولكن اذا في نصيحه وحده بحب وجهها للشعب الليبي، انتم عشتوا تجربه من 6 سنين، مش من كتير زمان،
كنتوا ايد واحده، رجعوا رجعوا مثل ما كنتوا، ما تخلوا حدا يفوت بيناتكم، ما تخلوا حدا يهدم بلدكم. اذا انتم ما انتبهتوا على بلدكم ما في حدا رح ينتبه عليه، واذا بتضلكم ماشيين بهالطريق يعني للاسف نحن ماشيين على الدمار. كابوس كابوس بكل معنى الكلمه. محطات استثنائيه صارت معي بليبيا، يعني ما بعرف، انا شهادتي بليبيا مجروحه على قد ما بحبها، ولكن صار معي كمان اشياء صحفيا ما صارت، يعني مستحيل تطلع من ذاكرتي. على سبيل المثال، انا اول مباشر بطلعه بحياتي على كاميرا كان من مدينه بنغازي، فانا كمان كصحفيه مستحيل انسى هاي اللحظات اللي عشتها. بتذكر على سطح المحكمه ببنغازي، وقفت على كرسي وطلعت مباشر على هاي الشاشات وفرجيت العالم شو كان عم بيصير والمظاهرات اللي كانت عم تصير. هاي مثلا لحظة يمكن تكون كتير بسيطة لكتير ناس، بس لإلي كانت لحظة استثنائية. بتذكر لحظات استثنائية وقت فتنا على طرابلس، كنا عايشين بالزاوية بالمستشفى، وبعدين صار تحرير طرابلس ودخلنا عليها، والناس اللي نزلت على الشوارع تغني لمصراتة وتغني لبنغازي كمان، يعني اشياء وقتها بتذكرها، يعني كتير كتير بتعز علي. وكتير كتير احيانا بقطع على الصور، عندي صور ليوم الصور من كل المحلات اللي رحت عليها، بتطلع فيها وبشوف شو كنا عايشين وشو الاشياء اللي مرقنا فيها. احيانا ما بصدق انه بعدني عايشه، لان مرقنا بلحظات كتير صعبه، ان كان لحظات على خطوط التماس، ان كان مثلا لنقول معارك بين الاطراف، فكنا الحمد لله بفضل الله، يعني سلامتنا كان طبعا، يعني ممكن اي لحظه كان يصير علينا شيء، ولكن الحمد لله ما صار علينا شيء، وطلعنا منها بخير. فجسديا يعني كان في لحظات استثنائيه لانه كنا بمعركه. ثاني شيء يعني المشاعر تبعي او نفسيا كثير معلقه بالبلد، لانه هو البلد اللي اطلقني صحفيا، يعني القصص اللي عملتها من هنيك، ان كان لحظه مثلا الناتو ما ضرب الموكب تبع القذافي، ان كان اول مباشر طلعته من بنغازي، ان كان اول دخولي على مدينه طرابلس، ان كان مثلا روحتي بالطيران العسكري تبع الجيش على الكفره، ان كان مختلف العرقيات او الاطياف تبع الشعب الليبي اللي تلاقيت فيهم، من التبو، من الامازيغ، من العرب، من القبائل المختلفه. فكلها يعني لحظات كانت بالنسبه لي، حتى ابسط شغله، حتى البيتزا اللي كنا ناكلها، القهوه اللي كنا نشربها، البازين اللي كنا ناكله، المبكبكا كمان اكله ليبيه، عيد المولد النبوي اللي قضيته بطرابلس كمان. فكلها لحظات استثنائيه، ما فيني احكي لك. شوف وقت واحد بيكون مغروم بحدا بتقول له، بيكون يمكن حدا تاني شايف فيه مليون الف عيب، بس انت لانك مغروم فيه ما بتشوف فيه الا كل شيء منيح. من هيك عن جد بعز علي يلي عم بيصير، وبتمنى انه الليبيين يرجعوا ل يعني يقعدوا مع نفسهم، يتذكروا كيف كانوا، يرجعوا لهيدا اللحظات يلي من 6 سنين كيف كانوا متحدين مع بعض.